إذن قبل ما نعطي الكولويد لازم نسحب سامبل من المريض حتى نبعثه وين لنعمل بلد جروب كروس ماتش، اذروايز ذس كولويد ماي افكت ذا ريزلتس اوف بلد جروبينج اند كروس ماتشينج. اند اولسو ذا ثيرد سايد افكت ماي كوز انفلكتويد رياكشن اللي هي نوع من التحسس، نوع من الحساسيه الانفلاكسس، وهي طبعا مشكله طبعا راسا، يعني لازم نوقف المغذيه والكولويد ونبدي نعالج الحاله اللي ظهرت عنده نوع من الانفلاكسس يعني كامرجنسي. اذا هذه سايد افكتس مالتل الكولويد، انترافاسكولار اوفرلود ماي انترفير بادي جروبينج اند كروس ماتشينج اند ماي كوز انفلكتويد رياكشنز. هاي نقاط مهمه ثلاثه. الاكزامبلز عليها على الكولويد عندنا مثل ما قلنا والالبومين. الالبومين هو ناتشرالي اكورينج كولويد ان بلازما. عندنا تركيزيه من الالبومين، عندنا ال 5% البومين اللي هو ايزو اونكوتيك. عشان قلنا بالنورمال سراي عندنا ايزو تونيك، هاي نفس الشيء ايزو اونكوتيك. وعندنا الهاي كونسنتريتد البومين اللي هو 25% هذا هايبر اونكوتيك. كل واحد له انديكيشن طبعا معينه. بأي حال نستخدم الالبومين؟ نستخدمه بحاله الاكيوت مانجمنت اوف بيرنز، اكثر شيء نستخدمه بالحروق البليغه نستخدم الالبومين. والهايبو حاله الهايبو البومينيميك ستيتس مثلا فولوينج باراسنتيسيس وليبر سيروز تشمع الكبد والى اخره، وحاله البريتونايتس ايضا التهاب البريتون الحاد. السكند كولويد هو الدكستران اللي هو ارتفيشال كولويدز. عندنا تو كونسنتريشن، عندنا 6% سوليوشن ودكستران 40، وعندنا 10% سوليوشن ديكستران 70، وعندنا جيلاتين اللي هو الارتفيشال كولويدز ايضا يوز ان اكيوت مانجمنت اوف هيموراجيك هيبوفوليميا. نيجي على الروت اوف بارنترال فلويد. عندنا اما انترافينوس اللي هو قلنا موست كومن، وعندنا انترا اوسيوس، وعندنا سنترال فينوس اكسس عن طريق الاوردة المركزية القريبة للهارت. هنا طبعا هذا الكاثيتر، هذا يسمونه هيكمان كاثيتر. هنا يدخل الكاثيتر من التشست وول، هنا يدخل وين على سبكليفيان فين. هنا عندنا هذا كلافيكل، هنا هذا كلافيكل بهالمنطقة، هذه يكون الكلافيكل. فهنا عندنا سبكليفيكولر فين ويدخل من سبكليفيان سبكليفيان فين يدخل هذا الكاثيتر. طبعا هذا في طريقة يعني معينة، مو اي كان يخلي هذا الكاثيتر الا اكسبيرينس in this procedure, experienced person in this procedure. نكون كلش قريب على الهارت، على المين فينز ذات كم تو ذا هارت، وعن طريق هذا الكاثيتر هيكمان ايضا ممكن نستخدم طبعا هنا التوتال بارنترال نيوتريشن، نستخدم الكولويد، نستخدم اي فلويد كان، ممكن نستخدم دراجز، وايضا ممكن عن طريقه ممكن ايضا نقيس حتى السنترال فينوس بريشر ضغط الوريدي المركزي. هذا الكاثيتر كلش مهم يعني بالنسبه لكم ربما تشوفونه مستقبلا. البولس ابراتيف فلويد ثيرابي، مريض عملت له عمليه فد ميجر اوبريشن بالماكزيلا مثلا، والماكزيلا مثلا عملت له ريسكشن من ماكزيلكتومي مثلا، بيشنت عنده مثلا سي اي بالبارا بالماكزيلري بارا نيزل ساينس، واحتاج مثلا في بيج اوبريشن او اي اذر اوبريشن ذات انترفير وذ ذا انتيك اورال انتيك اوف ذا بيشنت. هنا بالحاله راح نستخدم معانه الفلويد اللي هو يسمونه بوست اوبريتيف فلويد ثيرابي. ذا فلويدز نيدد بوست اوبريتيفلي ار جيفن ان ذا فولوينج واي، طريقة معينة ننطي الفلويد بوست اوبراتيف. عندنا عادة أول يوم وثاني يوم وثالث يوم. أول يوم دائما نعوض المريض إذا ما ياخذ نهائيا عن طريق الفم. شو ننطي أول يوم؟ انتبه هنا جواها خط. 2 liters of 5% dextrose. هذا أول 24 ساعة. 2 liters of 5% dextrose. إذا المريض بقى لي ثاني يوم وهمينا ما أخذ سوائل عن طريق الفم، راح نبدا نعطيه الديلي ريكوايرمنت الاحتياج اليومي اللي هو يمثل 2 لترز 5% ديكستروز زائدا 1 لتر نورمال سلاين، يعني كله يصير 3 لتر
2 لترز جلوكوز ووتر اللي هو 5 دكستروز و1 لتر نورمال سلاين اللي هو 0.9% ان اي سي ال. اذا بقى المريض اليوم الثالث ايضا ما قدر تنطيه اورال، عنده مشكله ما يقدر ياخذ اورال، لازم تبقي على فلويد، عبرناه اليوم الثالث. يوم الثالث راح ننطي نفس الكميه 2 لترز دكستروز 1 لتر نورمال سلاين، لكن هنا راح نبدي نضيف له شيء اخر مهم اللي هو البوتاسيوم. اذا البوتاسيوم ينعطي بيا يوم؟ ينعطي باليوم الثالث بوست اوبراتيف. ايش قد الدوز مالته؟ الدوز مالته هو 20 ملي اكوفلنت فور ايتش لتر، 20 ملي اكوفلنت بوتاسيوم فور ايتش لتر اوف فلويد، حتى يصير التوتال ديلي ريكوايرمنت اوف 60 ملي اكوفلنت بير 24 اور. هذه ايضا ممكن اقول لك مثلا daily requirement of potassium، اقول لك مثلا 100 ملي equivalent. طبعا it is wrong. It is maximum daily requirement is 60 ملي equivalent of potassium. عاده ننطيها بيا يوم؟ بالثيرد بوست اوبرتيف داي. طبعا هذه ليش هذا التقسيم؟ ما ندخل تفاصيله لانه هذه غدا محاضره كامله. احنا باول يوم العمليه ما يصير عندنا فقط بوتاسيوم، زين بالعكس يصير عندنا زياده بالبوتاسيوم، خاصه اذا عمليه مثلا بيها يعني كاتنج للمصل وللتشو. بهالحاله تعرفون البوتاسيوم هو انترا سيلولر، فراح يطلع من التشوز اللي السيرجن اشتغل عليها ويطلع للسيركوليشن ويصير عنده زياده بالبوتاسيوم. هاي واحده من الاسباب طبعا. فاحنا اول يوم يومين البوتاسيوم يكون تقريبا نورمال، ما يحتاج المريض بوتاسيوم. وكذلك ايضا بالنسبه للفلويد، اول يوم بعد العمليه ما يحتاج فلويد، يصير عندهم اكو فد موضوع اسمه ميتابوليك ريسبونس تو انجري، اللي هو الجراحه تعتبر ايضا تعتبر انجري، فهذول يصير عندهم ووتر ريتنشن، احتباس بالماء اول 24 ساعه نتيجه الالدوستيرون يزيد. و فاول 24 ساعه يحتاج كميه اقل مما يحتاج الشخص الاعتيادي او الدير ريكوايرمنت، فننطي بس لترين. لكن باليوم الثاني يروح هذا الايفكت مال ووتر ريتنشن، فيبدي الميد يحتاج الدير ريكوايرمنت مالته اللي هو 3 لتر. والبوتاسيوم قلنا ما يحتاجه الا لليوم الثالث. باليوم الثالث يلا يبدي، اذا ما طعينا بوتاسيوم يوم الثالث راح يصير نقص البوتاسيوم، ونقص البوتاسيوم بالدم يعني مهم جدا، بياثر على الهارت، يأثر على الأمعاء، يأثر به مضاعفات كثيرة. فلازم يأخذ مريض 60 ملي إكوفلنت بير داي، 60 ملي إكوفلنت بير داي. Note complications of fluid therapy. Complications of fluid therapy، إما إذا طعينا كثير أكثر من المطلوب راح يصير عندنا فوليوم إكسس يسمونه أوفر هايدريشن، وهذا ما مليح طبعا. هذا يطلع بعدين رايب، يصير عنده وذمة بالرئة، ويصير عنده انتفاخ بالجسم ومشاكله كلش كثيره. او اذا طعينا كميه قليله اقل من المطلوب فيصير عندنا بوست اوبرتيف هايبوفوليميا، يعني ما يقدر نخصص له مثلا 3 لتر وجينا طعينا له بس 1 لتر راح يصير عنده هايبوفوليميا، ايضا بها مشاكل. او بوست اوبرتيف هايبرناتريميا، اذا طعينا كميات من الفلويد وبها صوديوم كثير ممكن يصير عنده هايبرناتريميا، او يصير عنده هاي اوتبوت رينال فيلر، عجز بالكلى، وايضا بيها هاي فيزيولوجي خاص ما نذكرها هسه. شلون نحسب كميه السوائل اللي يحتاجها المريض؟ احنا مو قلنا ياخذ لترين اول يوم، ثاني يوم ياخذ 3 لترز، ثالث يوم ياخذ ثلاث. هاي شلون نحسبها؟ الريت مالته شلون نحسبها؟ عندنا معادله. المعادله تقول انه ال سيت اللي احنا نستخدمه، يعني هذه التيوبس اللي نستخدمه بين البطل، سواء اذا كان بطل اوف بلاد او بطل اوف فلويد، وبين الكانيولا اللي نخليها بجسم المريض. هذا السيت بانواع، اكو سيت خاص مال البلاد، يعني احنا ما بنعطي مريض بنعطيه بلاد، بنعطيه كيس دم، ما يصير نجيب ايش مكان اي سيت كان، لا اكو سيت خاص هو يسمونه بلاد سيت، بينه فلتر وبينه يعني سرعة معينة تطلع منه حجم القطر تطلع بينه بشكل خاص. وعندنا الريجولر سيت، هذا اللي اكثر شيء نستخدمه اللي تشوفونه انتم بالمستشفيات، ولا هذول ياخذون المغذيات، هذا يسمونه ريجولر سيت. وعندنا المايكرو دريب، هذا خاص بالاطفال
مايكرو يعني كلش صاير دروب. البلد سيت اذا علقنا البلد كل مل يطلع من السيت هذا لو تيجي تحسب القطرات بي يطلع 10 قطرات لان القطره هنا يكون حجمها شويه كبير، فكل 10 قطرات تشكل لنا مل واحد اذا استخدمنا البلد سيت. بالنسبه للريجولر سيت كل 15 قطره تعمل لنا مل واحد اذا استخدمنا الريجولر سيت، هذا السيت الاعتيادي اللي نشوفه موست كومنلي يوزد. واذا مثلا بالاطفال هذول المايكرو دريب سبيشال طبعا سيت ويختلف عن هذا شكل السيت الاعتيادي اللي احنا نشوفه خاص هو مع الاطفال، هنا القطره مال تكون كلش صغيره يعني من تطلع القطره كلش صغيره مو نفس القطره مالت من البلاد والفلود السيت الريجولر سيت، لا تطلع كلش ماينيوت كلش صغيره، فكل 60 قطره تعمل لنا ميل واحد وهذا يسموه مايكرو دروب. المعادله اللي نستخدمها حتى نحتسب السرعه هنا مثلا عندنا طبعا الدروب فاكتور هاي يسموها قلناها قبل شويه قال يسموها دروب فاكتور، فاذا مثلا مريض قلنا نعطيه هذا المريض 1500 ميل اوف سالاين ونريد نعطيه خلال 12 ساعه زين ايش نعطيه هاي يعني نفتح الكانيولا ونمشي؟ لا لازم نحسب كم قطره بالدقيقه حتى نعرف انه هاي تخلص ال 1500 تخلص خلال 12 ساعه، فنستخدم هاي المعادله. هون السؤال يقول لك اذا عندك 1500 ميل اوف سلايم تريد تنطيها خلال 12 ساعه يوزنج دروب فاكتور اوف 15 دروب بير ميل، يعني هذا السيت الاعتيادي الريجولر سيت، هاو ماني دروبس بير مينت نيد تو بي ديليفرد، كم قطره نخليه يطلع احنا ننظمها باين بين التيوب او مثل البكره ننظم سرعه القطرات تطلع. هنا طبعا اجي نحسب المعادله 1500 سي سي الكميه المطلوبه نعطاها نضربها في عامل القطره اللي هو يسمونه دروب فاكتور، احنا قد نستخدم الريجولر سيت هنا عندنا 15 قطره بالمل ونقسمها على ايش؟ على الوقت اللي حددناه بس بالدقائق، هون قلنا 12 ساعه نضربها في 60 يطلع عندنا فد رقم، نضرب هذا في هذا على هذا الرقم راح يطلع عندنا كم قطره بالدقيقه. اذا هاي 1500 مل طبعا على عادة هو على اكو باينت ابو 500 يعني كيس ابو 500 نص سلاين اكو كيس ابو 1000، فهنا اذا عندنا مثلا الكيس ابو 1000 او ومعانا ابو 500 نجي نخلي الكيس ونجي نضبط القطرات بحيث تنزل 31 قطره كل دقيقه، اذا ضبطنا هذا الشيء راح تخلص ال 1500 خلال 12 ساعه. فهذه الطريقه هو الاحتساب عدد القطرات اللي نعطيها خلال بالدقيقه تعتمد على الدروب فاكتور. وهكذا. إذا هذا بشكل سريع ومختصر عن محاضرة الفلويد، وإن شاء الله أكدنا على بعض النقاط المهمة، ونرجع ونقول مثلا هنا عندنا الكومبليكيشنز مهمة أوف فلويد ثيرابي هي أربع نقاط بسيطة، وعندنا أيضا هذه مهمة قلنا عليها شلون نعطي وإمتى نعطي البوتاسيوم بأول يوم ثاني يوم ثالث يوم بوست أوبراتيف، وعندنا ايضا النقطة المهمة اللي حكينا عنها هنا الانواع الكريستالويد عندنا 3 انواع نورمال سلاين ورينجر وديكستروز، الالبومين ما محسوب، الالبومين محسوب على الكولويد، هاي ايضا لازم تعرف اسمام وتعرف الكريستالويد من الكولويد، هاي ايضا مهمة. يبقى عندك الشيء المهم الآخر هو مثلا signs of hypovolemia. What are the signs of hypovolemia؟ أذكر لك مثلا بال all of the following are signs of hypovolemia except one. أذكر لك tachycardia ومع arthrodic hypotension وأقول لك مثلا good urine output أو مثلا نقول increase urine output and so on، يعني ما يخص الساينز ايضا هاي الفقره مهمه. الكوز اوف فلويد لوس ايضا ممكن تنسال عليها، هاي نقطه مهمه جدا، النسب مالت الفلويد الووتر ان ذا بودي
ايضا هاي مهمه جدا، ايش قد يكون انترا اكسترا سيلولر، ايش قد انترا سيلولر، هذه ايضا مهمه تنسال بها. اذا هذا ما يخص الروت. هنا ايضا الفلويد اوتبوت سهل عليكم، ما كلش صعبه يعني، هو الاوتبوت عن طريق اربع اشياء تعرفوها. اذا هذا ما يخص محاضره الفلويد. اذا احد عنده سؤال عليه نقطه ما واضحه حتى اوضحها، عندنا خمس دقائق قبل ما نبدا المحاضره الاخرى. نعم. عفوا دكتور. نعم. دكتور بالكريستالويد سولوشن النسب المئويه هاي يعني نقراها او يعني لو يعني مهمه او لا؟ ما عندك ايش عندك انت؟ بس لا لا ما عندك انت يعني، شوفي يعني بنتي شوفي يعني عندك هسه بالكريستالويد ايش عندنا نسب يعني هذه يا قصدك؟ هذه تمام دكتور اللي بال اي تمام هاي والغيرها اكو همات اكو نسب هنا بال اي لا بالدكستروز وال هو انت يعني عندك مثلا النورم الصلاين هو من السوائل الشائعه جدا 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 في استخدامه. يعني نورمال سلاين هو 0.9%، يعني اذا قلت لك مثلا نورمال سلاين 0.5% لا، لانه هنا نورمال سلاين 0.9، ال 0.5 اللي هو نصف او 0.45 اي ما اسلكم عليها طبعا، هذه انا هذه استخداماتها محدود جدا، لكن هذا استخدامه كلش معلوم معروف. ومن نقول نورمال سلاين يعني 0.9%، صورت شلون؟ راح تشوفوها مستقبلا ان شاء الله. هذا الرقم مهم، هذا الرقم مهم جدا. من نقول نورمال سلاين لازم تعرف تركيز ماله 0.9%، يعني اذا قال لك مثلا نورمال سلاين تركيز ماله 3% لا خطأ. اذا النورمال سلاين تحفظونه 0.9%، هذه نقطه كلش كلش مهمه. اكو بعض النسب جدا مهمه. هلا. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. على هاي الالكترولايتس اللي عم نحكي عليهم هذا يعني إذا أخذنا أكثر أو أقل يعني إيش راح يأثر على الجسم؟ تأثر يعني كثير، أكثر كثير. الكترولايز موضوع واسع جدا. نأخذ على سبيل المثال البوتاسيوم. بوتاسيوم طبعا إحنا ما ندخل تفاصيل يا بنتي، ما قد أدوخكم بيها. يعني البوتاسيوم إذا صعدنا هايبر كاليميا وإذا يعني زيادة بالبوتاسيوم، هذا احتمال يعمل لك هارت بروبلم، يأثر لك على الهارت مباشرة. يعني ممكن يعمل لك اريثيميا، ممكن يعمل واذا صعدنا هايبوكاليميا يعني ينزل البوتاسيوم اقل من الطبيعي، راح يصير لنا ايضا ياثر لنا على الهارت، وممكن يعمل لك كارديك اريست، يعني يصل لحد مرة ان يوقف القلب اذا زاد. واذا قل البوتاسيوم تاثيره بشكل مباشر على الهارت، وكذلك ايضا بس بقيه يعني الهايبوناتريميا او هايبرناتريميا بيها كل وحده منهم بيها محاضره كامله. صورت شلون؟ ف يعني ارجو انه نعم احنا ما يصير يعني ناخذ من عندنا يعني الكترولايتس مثلا اذا كنا حسينا انه عندنا ديهايدريشن او هالشكل الشيء بيسمنا، يعني يصير احنا ناخذ من عندنا يعني اوت اوف ذا كاونتر لو لازم يعني لازم نستشير طبيب وينطينا بها؟ لا 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 طبعا طبعا طبعا. احنا شوفي بنتي، احنا لنتكلم يعني نعطيكم اوت لاين، بدنا نعطيكم شنو اوتلاينز، يعني بدنا ندخل بالتفاصيل. يعني هسه بنتكلم مثلا نقول مثلا واحد عنده هايبوفوليميا ويحتاج فلويد، احنا يعني او بوست اوبراتيف، احنا قبل ما ننطي الفلويد راح ناخذ بلود سامبل ونبعثها للمختبر ونشيك املاح الدم اللي هي يسموها سيرم الكترولايتس قبل ما نبدي بإعطاء السوائل. فهمت عليك. وبناء على التحاليل احنا نقوم بالتحاليل السلاين نعم. اللي الجسم يحتاجه. نعم نعم. احنا اذا عندنا نقص اي احنا اذا عندنا نقص بالسيرم الكترولايز على المختبر، اذا مثلا نقص بوتاسيوم او نقص صوديوم، نحن لازم نعوضها. طبعا عندنا معادلات خاصه بتعويضها، يعني مو تعويضها الشكل، لا معادلات خاصه. يعني اذا بوتاسيوم نقص هالقد لازم نحسب له معادله حتى نعطي الكميه اللي نعوض بها النقص. معادلات شويه معقده عليكم بالنسبه لكم، احنا فاهميها ونعرفها، لكن انتم اذا ندخل تفاصيلها راح تكون صعبه عليكم. لكن انتم تعرفون لازم انه طبعا ما ننطي بوتاسيوم ولا ننطي صوديوم ولا ننطي الا بعد ما نشيك النسب اللي موجوده عندنا عن طريق فحص بالمختبر اللي يسمونه فحص سيرم الكترولايز، اللي نشيك بها الصوديوم، نشيك بها بوتاسيوم، نشيك بها كالسيوم، نشيك بها كل الاملاح الدم نشيكها
ونعوض حسب النقص الموجود وبنسب معينه وبمعادلات معينه ايضا، مو هبزار. لكن احنا بنقول بوتاسيوم باليوم الثالث بعد العمليه، هنا اوتوماتيكيا راح نعطي الديلي ريكوايرمنت، لانه هو باليوم الثالث يبدي ينقص عنده البوتاسيوم، فنعطيه الديلي ريكوايرمنت اللي الشخص الاعتيادي ياخذه. احنا يومين ناخذ بوتاسيوم، يعني هسه انت بالليل بالصبح مثلا لما تاكل الصبح تاكل جبن وتاكل بيض وتاكل مثلا تمر، انت عاد تاخذ البوتاسيوم وعاد تاخذ الصوديوم وهكذا، عاد تاخذ الديلي ريكوايرمنت مالك، تاخذ 60 ملي كوفلنت، معدل تقريبا 60 ملي كوفلنت. فاذا مريض ما طعنا له اكل عن طريق الفم وما سقيناه كل شيء، راح نعطيه الديلي ريكوايرد ماله هو ال 60 ملي كوفلنت، فكله محسوبه. حتى النورمال سلاين هذا من نعطيه مثلا 2 لتر نورمال سلاين، هذا ايضا محسوب نسبه الصوديوم اللي يحتاجه بذاك اليوم. اذا هلا بنتي، يا مرحبا. هذا اذا هسه نبدي بالمحاضره السريعه الاخرى اللي هي طبعا راح تكون عن البلد ترانزفيوجن. ايش طلع البلد ترانزفيوجن؟ البلد ترانزفيوجن تسمعوني شباب؟ نسمع دكتور. نعم، انتبهوا علي يا جماعة، انتبهوا علي، مليح ورقة وقلم بيدكم يا جماعة. البلد ترانزفيوجن أيضا من الأمور المهمة اللي تخص عملكم مستقبلا إن شاء الله. لازم تعرف شيء عن البلد ترانزفيوجن. البلد ترانزفيوجن طبعا is the process of transferring of the whole blood or its component، إما البلد كامل أو مكونات الدم such as blood cells or plasma from one person to another، من شخص إلى آخر. Transfusions are used of for various medical conditions to replace lost components of blood. Early transfusions أيام زمان في القدم كانوا يستخدمون أي يعني البلد كل بشكل عام، ما كان أكو يأخذون دم المريض متبرع ويعطونه، ما كان أكو تجزئة الدم إلى ما موجود هسه حاليا. الأجهزة تطورت والعلم تطور، فقاموا يفصلون الدم، بعض الحالات ما ينطون الدم كامل، ينطون بعض أجزاء مكونات الدم مثل ما هنطرق له بالمحاضرة إن شاء الله بعد قليل. الكلينيكال indications of blood transfusion اللي ما ننطي البلد، عندنا أولا الأكيوت أنيميا. الأكيوت أنيميا فقر الدم الحاد يصير، بيا حال يصير عندنا بحالة السيرجيكال هيموريج، حتى مع العملية ميجر اوبريشن وانفتح عندك فد بليدر كلش قوي، شريان كلش قوي، فصار عندك سيفير بليدنج، بالحالة يعمل لنا هم هايبوفوليميا وهم بينا انيميا، فبالحالة نعطي بلد، نعطي بداية فلويد لكن بعدين رأسا نحضر له سامب، نحضر له بلد حسب ما يحتاج المريض، باينت باينتين حسب النزف اللي صار. أو بالتروماتيك هيموريج، إصابات بليغة ويرافق نزف شديد، فبالحالة لازم نعوض الدم اللي فقد نعوضه دم من المتبرعين. حالة الميديكال كونديشنز، بعض الحالات الباطنية مثلا، مثلا هيموفيليا فقر الدم الوراثي هذا الموجود، او اليوكيميا سرطان الدم، او بحالة منوريجيا هيفي اور برولونج منسترول بيريدز اند سو اون. بهاي الحالات الشخص او المريض راح يفقد كمية كبيرة من البلاد ويصير عنده سيفير انيميا، يعني بخلال فتره قصيره جدا لازم تعوضه انت ببلد، لانه يعني تعرف انت البلد هو اهميته هو عنده الكاباسيتي مال اوكسجين كارينج، يعني المريض اذا ما عنده بلد كميه كافيه ما راح يصير عنده ياخذ الاكسجين بشكل طبيعي من اللونج ويوزعه على الجسم ويحتاجه بالميتابوليزم وان سو اون. الاذر انديكيشن سيفير يعني انيميا تعملنا بحاله الايرلي سيبسيس، انتان الدم بدايته و with inadequate oxygen delivery، حتى septic shock
صدمة الإنتانية أو صدمة التهاب تسمم الدم، والليت سيبسيس حالات المتقدمة من التهابات أو التسمم الدم يسمونه بالعامية أو إنتان دم، سيبسيس إنتان معناها بالعربي. الأذر إنديكيشنز هو بحالة الكرونيك أنيميا، أكو ناس يصير عندهم كرونيك أنيميا على مدى أشهر، على مدى أسابيع وأشهر، مو رأساً فجائي مثل ما بالسيرجيكال هيموريج بالتروماتيك هيموريج أن سو أون، لا بشكل على مدى أسابيع بشكل تدريجي يفقد 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 بالدم يفقد يفقد، وبعدين أو ما يتكون عنده دم نتيجة أمراض معينة على خلال فترة طويلة، فصير عنده كرونيك أنيميا، أنيميا مزمنة، فقر الدم مزمن. حالة بيها حالة تصير عندنا حالة الأوتو أميون ديس أوردرز، just like Crohn's disease or ulcerative colitis، هاي أمراض أنتم ما راح تشوفوها لكن لا بأس أن تعرفوها، أمراض تصيب القولون والجهاز الهضمي، والمريض يفقد خلال فترات طويلة وبشكل بسيط يعني على 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 كميات قليلة جدا لكن بشكل فترات طويلة يفقد من البلد، فيعمل لنا كرونيك أنيميا، فقر دم مزمن، أو decrease erythropoiesis يعني الدم ما يتكون. erythropoiesis عملية تكوين الكريات الحمراء داخل نخاع العظم، ما تتكون يعني بشكل طبيعي، تقل بها حاله بحاله المالجنسيز سرطانات، يعني اللي مثلا سرطان وكن هذا السرطان انتشر للعظم نخاع العظم، فالإيثروبويز هنا راح تقل، فما يتكون عندك خلايا حمراء كريات الدم الحمراء، فمرور الزمن خلال فترات طويله يصير عندنا كرونيك انيميا. او حاله الكيموثيرابي ايضا ممكن تعملنا سبريشن للبون مارو وما يتكون عندنا او decrease the process of erythropoiesis decrease، فشوف عندهم دائما هذول اهل المالجنسي اهل الكيموثيرابي يصير عندهم فقر دم مزمن. وطبعا اكو other drugs ايضا تاثر على erythropoiesis. suppress bone marrow ايضا suppression bone marrow ما يتكون عندنا الار بي سيز. renal disorders بعض حالات الامراض تصيب الكلى فما يتكون عندنا، تعرفون تكون الدم ار بي سيز يعني عمليه هي معقده يشترك بها ايضا الكدني، فإذا كان لكم عندنا مشاكل بالكدني عندنا هذا الإريثروبويتين وإلى آخره، يعني ما نخف تفاصيله. أيضا renal disorders one of the causes of chronic anemia، أو nutritional deficiencies نقص في التغذية اللي هي طبعا مين للآيرون، فإذا نقص عندنا بالآيرون راح يصير عندنا iron deficiency anemia يعني أيضا مزمن هذا، وإذا عندنا نقص فيتامين بي 12 يعمل لنا ايضا فد نوع من الانيميا، نوع من فقر الدم المزمن يسمونه بيرنيشوس انيميا. اذا نيوتريشنال ديفيشنسي وهي مينلي طبعا الايرون وفيتامين بي 12، هذه اسباب النقص او اللي نحتاج نقص يعني الانيميا اللي قد تحتاج بلاد ترانسفيوجن. نرجع على التايب، بس ما اكو سكرين. نعم سكرين للشاشه. نعم سكرين للشاشه. العفو دكتور ما اكو. ما اكو شاشه من البداية من البداية يعني؟ من البداية. يا دكتور بس ما ردي أقاطعك. يعني لا عادي ما يخاف، ليش ما قلت لي بنتي؟ هسه نشيك ما يخالف. كان قلت لي دكتور عادي أنا أشرته هاي دكتور عم تتابع معك بالملازم. هسه عم تتابع بالملازم. هسه 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 فتحت. هسه فتحت. يلا ما حكينا شيء كثير، احنا حكينا على على سمعت مني انت غير سمعتني ما سمعت مني بلي دكتور سمعناك عم تابع. اي عافيه ما يخالف. اي مليح ما نبهوني يا بنتي غير تنبهوني انا ما يعني احنا حولنا محاضره شويه صعدنا اشكال. على كل اذا عرفت الكوزز مال انيميا قلنا اكيوت وكرونيك حكينا عليه ما نعيده مرتلخ ناخذ وقتكم. نجي على التايب اوف بلد ترانسفيوجنز، انواع البلد ترانسفيوجن. عندنا اللوجينيك، الالوجينيك ايضا هذا جوجه اخر، اللوجينيك بلاد ترانزفيوشن شو نقصد به؟ someone else blood يعني متبرع ومريض، شخص غريب يعني بعيد عنه. وعندنا الاوتولوجوس بلاد ترانزفيوشن اللي هو اون بلاد، يعني مثلا مريض عنده عمليه غير مستعجله، مثلا عنده باروتيد تيومر، نعمل له عمليه والدكتور قال اريد اعمل له اريد احضر له بطل بلد. هنا بالحاله المريض ما يريد ياخذ دم من غير من المصرف، يريد ياخذ من نفس دمه، فهذا الهيموغلوبين ماله طبعا مليح مثلا 16 17 الهيموغلوبين مالته،
ممكن هذا الشخص نسحب منه كل اسبوع نسحب منه باينت، سحبنا منه مثلا اول اسبوع باينت، بعد اسبوع سحبنا منه باينت الاخ، ناخذ الباينتين هذول ونخليهم بالمصرف، ويوم العمليه بعد 3 اسابيع مثلا العمليه ماله بعد اسبوعين نجي ناخذ هذا الدم اذا احتاجه، ناخذ الدم اللي اخذناه من المريض ونرجعه لنفس المريض. طبعا بالحاله هذه ما يحتاج كل فحص، لا يحتاج نفحص البلد جروب ماله، لا يفحص فيروسات، لا يفحص كل شيء ما يفحص. يسمونه هذا الطريقة يسموه أوتولوجوس، يعني من المريض إلى المريض نفسه، من النفس يعني من دم المريض إلى دم المريض نفسه. وطبعاً إحنا إذا سحبناه هذا الأوتولوجوس يعني ممكن يعني نخليه لحد 3 أسابيع بيفور سيرجري، وحاله حال بقية البلد نخزنه بالمصرف مع البلد بانك تحت درجة حرارة 2-6 سنتيغريد، وممكن يبقى ايضا اللايف شيلف لايف مالته ل 35 يوم، يعني دم عادي هو يعني نفس الاحتياطات ناخذها مع الدم المتبرع، هذا متبرع عن نفسه. يعني عندنا اذر تايب اوف بلاد ترانزفيوجن انت ما تشوفونه، هذا يسمونه اكستشينج بلاد ترانزفيوجن. اكو يجون اطفال اول ما يجي على الدنيا عنده صفار وما صفار والى اخره، اذا سمعت بيه يقولون بدل الدم ماله. وبعض الحالات ايضا اكو مرضيه نعمل اكستشينج بلاد ترانزفيوجن، حالات انتم بعيده عنا، لكن هذا ايضا يعتبر نوع من انواع البلد ترانزفيوجن. نيجي على البلد تايبس، هذا المهم بالنسبه لكم. البلد تايب ذا كلاسيفيكيشن اوف بلد بيزد جغنا جواها خط اون ذا بريزنس اند ابسنس اوف انتي بوديز اند انهيريتد انتيجينيك سبستانسز اون ذا سيرفيس اوف ذا ار بي سيز. هاي نقطة مهمة. إذن يعتمد على شيئين، على the presence or absence of antibodies and inherited antigenic substances on the surface of the red RBCs. استناداً إلى هذه الـ antibodies والـ antigens راح نقسم الـ blood إلى 4 groups، إلى 4 مجامع كنتكم سامعين بها تعرفون بها. عندنا group blood group A, blood group B, blood group AB and blood group O. هذا السيستم يسمونه ABO blood group system. السيستم الآخر يسمونه RH blood group system. الـ RH blood group system نقصد به الـ RH اللي هو D status of an individual is normally described with a positive or negative. احنا نقول مثلا واحد دمه A زائد ما تمام، او نقول O negative وهكذا. الاو هو طبعا والاي هو هذا الاي بي او سيستم، لكن النيجاتيف والبوزيتيف هو نقصد به هو الار اتش، الار اتش او الدي ستيتس. اكزامبل هناك نعطيناك ونقول سمون هو از اي بوزيتيف هاز، ايش معناته ايش معناته ايش تعني هاي اي بوزيتيف؟ تعني انه ذا اي هاز ذا اي انتيجين، يعني من نقول اي يعني عنده اي انتيجين، ومن نقول بوزيتيف يعني عنده معانه الدي انتيجين. فمن نقول اي بوزيتيف عنده انتيجين اي وعنده الدي، ومن نقول بي عنده انتيجين بي واذا بوزيتيف طبعا معانه ار اتش دي وهكذا. واذا قلنا نيجاتيف طبعا يعني ماكو ار اتش. هذا يوضح لنا البلد جروبس وايش نقصد بيها هاي مال اللي يعني البوزيتيف والنيجاتيف ومن يعطي منو يعطي منو ما يعطي. يعني هنا الاي بي جروبس هذا عندنا هالحقل هو البلد جروب اي، وهذا بلد جروب بي، وهذا بلد جروب اي بي، وهذا بلد جروب او. نيجي على اي، البلد جروب اي عنده انتيجين اي ولهذا سمونه بلد جروب اي. هذه الـ RBC وهذني الكرات الصغار هم الأنتيجينز اللي موجودين على سطح الكرية الحمراء، هذه يسموها أنتيجين A. هذا المريض أو الشخص اللي عنده Blood Group A بالسيرم مالته أو بالبلازما عنده NTB Antibody، انتي بي انتي بودي. اذا بما انه عنده هذا الانتي بي انتي بودي
البلد جروب A cannot have B or AB blood group. ما يصير نعطينه أبو البلد جروب A، ما يصير نعطينه بلد جروب B، ولا يصير نعطينه بلد جروب AB. لكن ممكن يأخذ جروب A نفس جروبه، ممكن يأخذ جروب O. ال O ينعطي للكل. نيجي على بلد جروب B. بلد جروب B الشخص اللي اس رقم او البلد جروب ماله بلد جروب B، يعني عنده انتي جين B على السيرفيس مات ال RBC مالته، وعنده بالبلازما انتي اي انتي بودي، ولهذا بلد جروب B cannot have A or AB. ما يصير ننطينه لا اي ولا اي بي، لازم ننطينه B or O. إما ننطيه نفس الـ B أو O. نفس الشيء بالنسبة للأنتيجين اللي يعني بدي جروب AB، بدي جروب AB عنده أنتيجين، شوفوا نفس هاي الرموز رسمناها هنا، هذا الأنتيجين A وهذا أنتيجين B، فعنده الاثنين. فبما أنه عنده الاثنين وبنفس الوقت ما عنده أنتيبوديز بالبلازما مالته، إذا هذا يقدر يأخذ من كل الصنوف مال الدم، can have any type of blood، ويطلق عليه وذا يسمونه the universal recipient، لأنه يأخذ من كل أصناف الدم، ممكن يأخذ من الأي، ممكن يأخذ من البي، ممكن يأخذ من الأو. عكسه بالضبط منه blood group O، هذا blood group O هذا ما عنده على RBC مال أنتيجين، لكن بالبلازما مالته عنده الأنتيبوديز مال أي ومال بي، ولهذا أبو البلد جروب O ما يتق يأخذ إلا من الأو، لكن ممكن ينطي للكل، ولهذا يسمونه Universal Donor. يعني إحنا من تقصى بيدنا مرات بعض الحالات ماكو دم، نقول نجيبه طونا O نيجاتيف وننطي لأي مريض كان، يعطي لأي مريض كان، حالات طبعا خاصة جدا. عفو دكتور. نعم دكتور، البيشنت او اني بيرسون يعني البلد جروب مالته اي، يعني ما يصير ننطي بلد جروب بي حتى لا الانتي بودي مال البي يعني تتصل ويا الانتيجين اي، يعني هيك بالضبط لو اي؟ لا ما يصير. هو مثلا واحد دمه انا دكتور خالد دمي اي بوزيتيف مثلا، اذا احتاج دم اما اخذ اي او اخذ او، اذا اخذ بي راسا الكريات الدم الحمراء داخل جسمي تتحلل راسا، تروح وتسوي لنا مشكله يعني خطره جدا، فيتال قاتله. انت ايش صنف دمك؟ همات نفس فصل الدمك دكتور، اي بلس اي بوزيتيف. اي بوزيتيف، اذا انت اي بوزيتيف هسه ولا قدر الله احتجتي دم لسبب او اخر لا قدر الله، لازم تاخذين اما تاخذين اي، او اذا ما كان اكو اي قليل يا بجيب انطونا او ما يخالف. طبعا حتى الاو من نستخدمه معاكي ما نستخدمه راسا، لكن بحاله الضروره القصوى بس ما يعملنا مشاكل، بس لكونه او مرات نتحسب حساب لاي مضاعفات ممكن تصير، لكن انت المفروض ما تاخذين الا بس من الاي ويعملوا. وطبعا حتى من تاخذين من الاي هم نعمل له مطابقه، مو راسا نجيب الاي ونعطيك هو راسا، لا هم ناخذ الاي، ناخذ الدم مالك وناخذ الدم مال المتبرع ونعمل كروس ماتش، هاي فحص مطابقه يسمونه، وبعدين نعطي الدم. ماشي تمام. شكرا دكتور. هلا مرحبا. فكل واحد يقيس على نفسه الساعه، كل واحد يعرف صنف دمه. الاي بي طبعا الاي بي هذا مصلاوي يعني مضبوط، هذا بخيل يعني، هذا ياخذ من الكل بس ما ينطي بث الاي بي. الاي بي اي مو كريم يعني، مو كريم عكس بالاو، بالاو كريم جدا، ابو الاي بي لا بخيل، ما ينطي بث الاي بي وياخذ من الكل. اذا ننتقل الى تاكدنا عليها طبعا هذه، لان جزء اسالك اقول لك يا اذا واحد عنده اي ايش ننطي وهكذا، هاي نقطه مهمه تحفظوها مليح وسهله ما صعب عليك. بالنسبه للبلد برودكتس، the blood products are the components of blood which are collected from the donor for use in blood transfusion. هاي كانت قبل ما موجودي، هسه طلعوها طبعا من صارت الأجهزة وتطور العلم، قام يطلعون من البلد، يطلعون مكونات البلد
ما ينطون بلد كله لكل مريض، لا، وبعض المرضى ما يحتاجون بلد كله، يحتاج جزء من البلد، يعني واحدة من المكونات مع البلد مثل ما